استمرار البرنامج التدريبي لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية وانطلاق القوافل التعليمية بالتعاون بين التعليم والشباب والرياضة. أعلنت مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية استمرار فعاليات البرنامج التدريبي لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية. وأكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد أنه في إطار الحرص على دعم طلاب المحافظة وتأهيلهم لخوض الامتحانات، تم التنسيق مع مجموعة من الموجهين والمعلمين الأكفاء ذوي الخبرات لتقديم هذه المراجعات والرد على جميع استفسارات الطلاب. وفي إطار التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، شهد فيصل نعيم مدير عام التعليم العام بأسوان انطلاق فعاليات القوافل التعليمية، والتي تضمنت تقديم محاضرات لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية في مواد اللغة الإنجليزية والتاريخ والجغرافيا والرياضيات والأحياء. كما شهدت القوافل التعليمية في يومها الأول بالشرقية تفاعلا إيجابيا من خلال نظام الأسئلة الجديد الذي أقرته وزارة التربية والتعليم خلال المحاضرات.